كان انك تتخيل تسقط بس في مستويينك شنو؟ تغير الناس اللي كانوا ماسكين المناصب الحساسة وتحاسبهم ترجع للسودانيين حقهم والناس اللي اتظلموا يعني يحسوا بالعدالة والناس اللي كانوا ماخدين حاجة ما حقتهم نشيلها منهم نرجع لخزينة الدولة عشان الناس كلها تكون متساوية الأحزاب السياسية ما كانت ماخدة حقها تاخد حقها اللي كانت ماخدة أكثر من حقها يعني نخدتهم في مستوى متساوي بعد ذلك تفتح الحريات والانتخابات بعد الفترة الانتقالية ده كده الناس بيتكلموا كده كويس دي المفهوم السائد عن انه الدولة العميقة ما تنتج نفسها لكن انا داير اتكلم عن حاجة اعمق من كده ودي الحاجة الاصعب كويس الاعمق من كده شو انه يعني بشبه شجرة المؤتمر الوطني كويس نسميها شجرة الزقوم ولا حاجة كويس الدولة الدولة الإناي إنك أنت تفكيك الدولة العميقة معناه إنك تطلع الشجرة دي من جذورها كويس دي كده معناه أنت فكت الدولة العميقة مش الناس اللي كانوا ماسكين الإدارات المختلفة على كلامنا لكن أنا العمق الدار يتكلم فيه ما انك تقلع الشجرة بس الشجرة دي ذاتها في تربة في بيئة كانت صالحة لانه الشجرة دي تقوم كويس يلا التربة دي شنو ده العمق الاجتماعي ده الوعي بتاع الناس وعي انا ووعيك انت بدرجات مختلفة ساهمنا في انه النظام ده يكون قاعد عشان نحن ما نغش نفسنا نقول انه والله يا اخي نحن كلنا كويسين حاجاتنا كلها كويسة والكعب كله نرمي به هناك هم طبعا كعوبيتهم دي ما داير لها بتكلمنا فيه كثير وما داير لها كلام ذاته كويس لكن السؤال الأساسي هم بيه كعوبيتهم قعدوا وسطنا قدر دلي مش لأنه نحن ذاتنا عندنا قواسم مشتركة ده جزء منه قمعونا خوفونا ما كنا بنقدر نفتح خشومنا لكن جزء منه برضو كان في وعي مشترك بين المجتمع والنظام ده بدرجات متفاوتة مثلا احكي لكم قصة اتخيلوا اي قرية من قرى السودان كويس القرية الناس ديل اجتمعوا دائما بيكونوا بيجتمعوا بعد صلاة الجمعة مثلا بيقولوا والله يا أخي قريتنا دي دائرة مستشفى ولا دائرة تركتر ولا دائرة صهريج ولا دائرة نرمم مثلا مدرستنا بيكون في شنو بيكون في زول بتاع مؤتمر وطني قاعد في القرية وهم ناس القرية عارفين انه لو دايرين يمشوا الولاية ولا المحلية يجيبوا قريشات عشان يعملوا بها الحاجة دي هو بيقولوا انه شنو والله ده زوله ده بيقدر يمشي يجيب لنا بيعرف الوالي بيعرف الكده بيقول شنو اللجنة اللي بيكونوها بيقوم بيخطوا في رأس اللجنة دي المؤتمر الوطني لأنه هم عارفين ده مفتاح الدولة وداك بيمشي يا زول انت كده شنو كبرتوا اديته الشرعية اديته الهناي عشان انت تستفيد منه مش بيمشي هناك يقعد معاه وبتاع والله نحن طبعا شغالين ومكتب الجهات مكتب المؤتمر الوطني ومعرف ما شاء الله ما اللغة البيناتهم ديك ها بيقوم يدوه جزء المشكلة في العقلية دي شنو انه ده بيجيك في شكل تبرع مفهوم تبرع ده تاني انا النقطة الاساسية الدائرة اقولها شنو انه التربة اللي كانت صالحة لقومة الشجرة دي مشتركين فيها جزء نحن جزئيا بوعينا المختلف ده بتاع القرية دي مثلا الوعي ده ذاته يتغير كويس لأنه لو ما قدرنا نتخيل التغيير مفروض يكون شكله كيف هنعيد إنتاج الدولة تانية ممكن بدل المؤتمر الوطني يكون الناس بتاعين الأحزاب ديل قاعدين وقوى الحرية قاعدين لكن شكل العلاقات ياهو شنو نفس الناس ديل اجتمعوا والله قالوا الزول ده كان ثوري وبيعرف الناس ديل يلا نرسله يجيب لنا تبرع نحن هسي كده مش عملنا إنتاج الدولة العميقة ذاتها بس عشان غيرنا بدل ما ملحمينا جبنا لنا زول تاني معناه غيرنا السودان لا التغيير يكون جذري انه مفهوم التبرع ده ذاته تاني ما زول يجي يقول لك تبرعت طوال تطرد ومش تقول له الله اكبر وتجي تطبح له ضبايح وتخده في صالون الكبير وتكبر له وتكسر التلج وبتاع لا لا لا
انت تكون مرتبط بالدولة بانه عندك حقوق، ده حقك مفروض يجي بالمؤسسات الرسمية، من الولاية تجي المحلية، من المحلية تجي الوحدة، من الوحدة يكون المدرسة دي مستهدفة بالصيانة، حقكم ما محتاج تكبر لك لزور راسه ولا تقدمه ولا كده. يلا العقلية دي نحن كلنا كنا مشتركين فيها، دي الأرضية ساهمت في انه الجذور بتاعت المؤتمر الوطني ولا النظام الفاتي يتعمق، مش فنحن نغير الوعي ده مش، فلكن لو لسه هسي مش حمتي بدا يبدا يدي تبرعات مثلا، امبارح زار في الناس المصابين اداهم ما اعرف شنو، ده مش بنفس العقليه دي داير يكتسب شرعيه، وسط الجيش مشى اداهم لك شفته زياده مرتبات 100%. يا اخي الكلام ده ما تعمله انت، الكلام ده يتناقش في البرلمان بوزير الماليه بطريقه مؤسسيه، انه هل بيستاهلوا الجيش؟ طبعا ما بنرفض له الزياده وبيستاهلوا كانوا مظلومين، لكن ده ما معناه انت بس تبقى زول انت جايب من وين. وزمان كنا بنقرا البشير ما عارف شنو في زلط كده بتكون لافته كبيره، هديه البشير لاهل ما عارف شنو، هديه شنو مش. يلا الوعي الزايد كويس، دايرين نحاربه، ده جانب الاقتصادي، جانب كده في كميه بتاعت يعني مفاهيم كثيره لسه دايرين نغير فيها. يعني الدائرة أقوله شنو؟ إنه لو ما خيالنا اتوسع للجديد ده مفروض يكون عامل كيف وفرقه الجوهري من القديم شنو؟ ممكن عادي نعيد إنتاج الدولة ديك، ممكن بأسامي تانية بحاجات تانية، ما إلا الكيزان ولا الإسلاميين يجوا هناي عشان نقول والله يا أخي أعيدنا إنتاج الدولة القديمة، لا ممكن يجوا ناس والتغيير قلاده مش؟ نحن لو واعي اول ما يبدا يعملوا كلام زي ده بنديهم في راسهم، شنو تبرع وشنو لا انت جاي ده حقنا مش. يلا نرتبط بالحقوق والواجبات، والحقوق والواجبات طوالي بتودينا لوعي ثاني مفروض نتكلم فيه، الوعي بتاعت انه لما نتكلم عن حقوق وواجبات ما في حاجه اسمها حقوق وواجبات في ظل مواطنه ما متساويه مش. جزء من وعينا يعني إجحاف ضد المرأة، إجحاف ضد الناس اللي ألوان معينة، إثنيات مختلفة، إجحاف ضد ثقافات مختلفة، كنا عندنا وعي بتاعت إنه شنو؟ زي الأغنية بتقول شنو؟ مين اللي إحنا غيرنا الأولى به الدولة؟ مين اللي إحنا غيرنا اللي بتصطفيه الدولة؟ في ذول بيكون فاكر نفسه بتركيبته الاجتماعية القبلية ولا المهم بأي معيار معين، إنه والله هو أقرب للدولة. مش وفي شكل الدولة القديمة دي كانت في زول لو اتقبض مثلا في تليفونه عنده 10 من الضباط ممكن يضرب لهم، والله في زول لما تقبضه ما عنده وكيل عارف يضرب لهم مش. يعني في ناس في كانت تراتبية، في ناس كانوا مستمتعين بالدولة القديمة بدرجات مختلفة. حتى التهميش لما نقول تهميش، التهميش ما كل الناس كانوا مهمشين بنفس الدرجة، في زول بيتكلم عن تهميش انه ما كان في مدارس ولا في يعني مؤسسات صحيه في قريته، وفي زول بيتكلم عن تهميش انه قريته دي اتحرقت عن بكره ابيها. معقول الدرجتين دي من التهميش تكون متساويه؟ معقول في بناء السودان الجديد نبدا كلهم متساويين؟ لازم نحن نكون عارفين انه السودان اتدمر قدر شنو. وين نتخيل انه بيتنا ده في حته في عوضه جهه الواطه كلها، في عوضة تانية كسروها لحد النص، يلا بنبدأ نوصل ده، لما نصل المستوى ده نبدأ نبني، نبدأ كده كده الناس بتكون حاسة متساوية، وما طوالي نستعجل في انه مش الثورة حصلت والحكومة الجديدة جات يلا جيبوا لنا المدارس وجيبوا لنا كده، يا اخي الناس دي ما اشتغلوا لا مفروض يكون في وعي بجد بكل السودان، نكون عارفين انه المدمر كبير قدر شنو. عشان كده بجد نحن يعني التركيز بتاع قوى الحريه والتغيير في انه اول بند يكون اثار الحرب والنازحين يرجعوهم قراهم وكده، المحاكمات اللي هناك يعني الاولويات دي المشكله وين؟ الاولويات دي لو محتفظين بعقليتنا القديمه بتاعت انه والله نحن غيرنا ونحن طوالي مفروض نكسب، وعقليه الكيكه الدولة دي نتعامل معها كأنه كيكة مش
ساهمنا في التغيير يلا ادونا حقنا. ما لا ما هذا الطريقة دي. لا الدولة دي عشان الناس كلها تستمتع بالحقوق والواجبات هتاخد لها فترة. الناس ما يخموكم بانه طوال بين يوم وليل التغيير ده حيحصل. ده الاحباط اللي ممكن يقابل الناس بانه والله يا اخي انا ما حسيت بالتغيير. لا انت ما حسيت بالتغيير. لكن هل السؤال الاساسي هل ناقشوا البرنامج اللي قاعدين يعملوه بشفافية في التلفزيون انه والله في الفترة الجاية الشغل بتاعنا حيتركز حول نعم القضايا الثانية حتكون ماشية بصورة هناك لكن التركيز حيكون حول اعادة توطين النازحين وكده وكده. نحن نكون عارفين الدولة بتاعتنا ماشية صح ونصبر عليها. لكن انت ما ممكن تصبر على دولة ماشية في اتجاهها غلط. مش اي الاتجاه الغلط ده بنعرفه كيف بتغيير وعينا. ده اول ما قالوا لكم والله ده الثوريين وده اللجان الثورية وده اللجان الثورية لو استبدلت اللجان بتاعت اللجان القرى والاسمها شنو كانت لجان شعبية ونفس الدور بتاع اللجان الشعبية ونفس العقلية هل احنا ما انتجنا السودان القديم؟ يلا ده كده انه نحن نكون عندنا وعي وخيال نقدر نتخيل السودان الجديد ده يكون شكله كيف. جديد جديد قدر شنو؟ ما جديد بتاع تغيير خاص. الزول بالمناسبة الناس اللي بينحتوا ولا الزول اللي بيرسم في ناس رسامين عملوا حاجات جميلة جدا مش جداريات الجداريات دي. الزول ده قبل ما يرسم بالمناسبة الصورة دي كانت واضحة في ذهنه بس نزل في. لكن لو هو ما كان قادر يتخيل ما كان رسم. مش نحن لو ما قدرنا نتخيل السودان الجديد العلاقات تكون فيها كيف، الحقوق والواجبات تكون كيف، المساواة بين المواطنين تكون كيف، العقليات القديمة الساندت التفرقة العنصرية والتراتبية المواطنة والكده العقليات دي نغيرها بصورة جذرية. لو ما قدرنا نتخيل الحاجات دي بسهولة ده الدولة العميقة في أعمق أعماقها. ولو ما قدرنا نتخيل الدولة الجديدة هنعيد إنتاج الدولة القديمة لأنه في مخيلتنا ما في حاجة غير أن احنا عشناها. وده دي حاجة مهمة جدا نشتغل عليها. حكاية انه النظام كان كعب وبتاع يعني الكلام ده ممكن نذكر به نفسنا ونذكر به يعني ما ننسى كعوبية النظام ونتكلم عنه لكن نمشي الخطوة لقدام. اها الكعوبية دي اي اها الحاجة الكويسة نعملها كيف وهي شنو. زي الكلام بتاع مثال بتاع جهاز النمل مفروض يشتغل كيف مش زي الكلام بتاع علاقة القرى بالدولة مش مفروض تكون كيف. ما بالطريقة بتاعت الدغمسة بتاعت تبرعنا وزول بيمثل القرية والقرية كله نحن صوتنا معاك وانت قاعد تجيب لنا معنا ونحن وراك. ده طبعا طوالي شنو بتتعامل بالعقلية بتاعت انه هو مش جاب لنا والله حتى لو سرق نحن يعني هو ما بياكل وبيجيب لنا يا اخي. لا 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 ياكل يا ما حقنا ذاته يعني وذاته عشان جاب لنا يكون انتو ديوان كبير كده ولا عربات جاية وضيوفها هيلمان. لا لا يا اخي انت مواطن زيي وزيك. مش دي نوع الوعي اللي بيجي من القرية لحد لما نيجي الرئاسة ولا الوزير يكون ماشي بعربات كده 20 عربية قدام 20 عربية ورا. مش الدولة دي ما الجذور بتاعتها ما هنا جاية من العقلية دي. مش الزول مثلا لما يكون مسؤول كويس دي واحدة من الحاجات في تخيلنا. نحن اتكلمنا في المستوى التحت ده شوية خلونا نتكلم في المستوى الفوق كويس. السلطة دي جاذبة للناس كده ليه؟ ليه بيموتوا فيها كده؟ ليه يعني بتغريهم كده؟ ليه دايرين يتنكشوا فيها؟ ليه؟ كويس؟ ليه؟ لأنه الحاجة اللي بتحصل شنو؟ دائما قاعد أقول إنه في علاقة عدائية بين الحكومة والدولة. نحن طبعا من شدة ما الناس ديل يعني افتكروا روحهم هم الدولة والدولة هم. انت لو عارضتهم معنا وانت بتعارض الدولة انت يعني زي وحدوا كده في وعينا ذاته انه الحكومة والدولة حاجة واحدة. يا اخي الحكومة والدولة ما حاجة واحدة كويس. شنو الدولة وشنو الحكومة نميز بيناتهم كويس. في ناس لما يقولوا تسقط بذاته بيقولوا تسقط الدولة ذاتها. لا ما تسقط الدولة. الدولة عبارة عن شنو؟ عبارة عن مؤسسات عبارة عن قوانين بتربط بين المؤسسات عبارة عن صلاحيات عبارة عن
حاجات قوانين مكتوبة مؤسسات مرتبطة ببعض بطريقة معينة. دي الهيكل ده، الهيكل ده بيسميه الدولة. كويس؟ الزول الكادر البشري اللي بيجي يملى الهيكل ده عشان يدور الهيكل ده، ده بنسميه حكومة. الهيكل ده بيكون قاعد بعض مرات بطريقة ديمقراطية، بنشيل الكادر البشري، والله انت كتر خيرك سكت، قول الهيكل ده مثلا شكل بس، والله كتر خيرك انت وصلتنا من الحتة دي للحتة دي، دايرين سواق تاني مثلا نركب بيسوق برضو، مش لكن النظام بيكون قاعد، مش الدولة بتكون قاعدة. وإذا القوانين والمؤسسات وعلاقاتها شنو صلاحياته وشنو بتحاسب كيف ومسؤولياته ومسؤول أمام منو كده، يعني حاجات كلها بتكون محددة قانونا وكده. كويس؟ لكن اللي بيحصل شنو؟ ودي الحاجة جابة اللخبطة. اللي بيحصل إنه الزول لما نيجي في المنصب المعين في المكتب المعين، لو التزم بقوانين المكتب ما بيلقى فايدة كبيرة، ما بيلقى إلا مرتبه المفروض ياخده نهاية الشهر. كويس؟ لا بيقدر يشغل ود أهله، لا بيقدر يجيب له شركة بتاعت قريبه يقوم يدي الشغل تحت يده عشان يتقسموا العمولة مع بعض، حاجات زي دي كلها ما بتكون فيه. ليه؟ لأنه القوانين بتحدد لك أنت عشان تجيب لك شركة تشتغل لك الحاجة التحت صلاحيتك دي، تجيبها كيف؟ ما بتجيبها بهنايك ساي، مش في بتكون لجنة بيعملوا إعلان إنه نحن دايرين نعمل زلط من الحتة الفلانية للحتة الفلانية. الشركات تتنافس في السعر وفي جودة الخدمة وفي شنو المنافسة دي، كل الشركات بتقدم شنو اختراعاتها. في لجنة بتكون قاعدة بكل حيادية بيشوفوا أحسن شركة هتقدم أحسن خدمة بأرخص طريقة ممكنة. شنو يعني الحكومة بتفاوض وبتعين الشركة حتنجز الشغل. ما كان بيحصل، بيحصل شنو؟ إنه والله أنا والد جزيرة، الشركة اللي حتعمل تنظف الترع في الجزيرة ذاتها بتكون شركتي أنا ذاتها، مش أنا ممكن يعني أشيل أكثر كمية أنا دايرة، ما أنا الوالي يعني ممكن أصدق يعني لشركتي مش ولا ليش ممكن يعملوها باللفة كده، شركة ود عمه ولا شركة أصحابه ولا يكون دائما بتسمع إنه في زول مسؤول عمل شركة باسم زول تاني شريك كده وبتاع شريك بالدس مش يلا انت ما بتقدر تعمل استغلال لسلطاتك، مش انت محكوم بانك الشركة اللي حتعينها دي. اول حاجة في حاجة انه انت شغال في القطاع الخاص ما مفروض تمسك هنا رسمي، انت تضارب مصالح ما مفروض تكون في تضارب. دائما كانوا بيجي يتبجحوا لنا في التلفزيون انه والله انا تاجر يعني هناي يعني وزير بيقول انه والله انا طبعا العقليه التجاريه، يا اخي العقليه التجاريه بتاعت ماذا؟ انت ما انت عفوك من الجمارك عشان كده نجحت في السوق، يعني انت ما كانت تشتغل زيك وزي الناس التانيين بضرائبك وبنفاياتك وبحاجات كانت تثبت لنا بالطريقه دي. انت استغليت سلطاتك. يعني شنو بيحصل؟ شنو بيحصل؟ انه بيكسر القوانين عشان يلقى مساحه نفسه يعين الدايرو ويجي يودي الما دايرو، الزول الضايق وداك يزحه، الزول القريب له وداك كده، الزول اللي حيغمت له وداك يعينه، الزول كده. كل ما كسر المسؤول اللي هو الحكومه، كل ما كسرت مؤسسات الدوله وقوانين الدوله بيخلق لروحه مساحه كبيره بتاع التصرف، وبيغنى اقتصاديا وبيغنى سياسيا، وبيكون عنده هيبه كده وسط اهله لانه الناس شغالين او اصحابه وسط مجموعته القريبة منه لأنه برضو بيأكلهم معه، فيلا ديل بيغني له وبيكتروا حوالينه وبيكسروا له التلج والثقافات العجيبة دي، مش فهو يلا ديل كلام إنه عشان كده السلطة بتكون حلوة بالنسبة لها، عشان كده داري كنكش. لكن لو الزول ده كان بس ما بيلقى غير هنا وشغال يعني شنو الكلام ده، شغال بمرتبه بس وشغال يعني الكلام النقطة الدائرة أقولها شنو بالعقلية ديك، انت ما بتستفيد ما لم تكسر الدولة، مش يعني معناه شنو في علاقة عدائية بين الحكومة والدولة، الحكومة وناسة ونظامة وحاجاتها ما بتتمكن الا على حساب كسير الدولة، مش يلا معناه نحن في تخيلنا للدولة الجاية هنكون عارفين انه جهاز الامن مثلا معاه مثلا الاعلام معاه في حاجات كثيره طبعا بتنشط
لما تكون في ديمقراطيات متاحة، مش أي زول عين ودال طوالي يجيبوا لك في الإعلام يكتبوا لك هنا طوالي يشيلوا التقرير ده ناس الجهاز الأمني، ولا مثلا يشتكوا المسؤول الفلاني طوالي يتعاقب طوالي كده. معناه شنو؟ ما حنسمح للحكومة الجاية إنها تكسر الدولة عشان تمكن روحها، هيكونوا مجرد موظفين، ودي حتكون شنو؟ معناه ما حتكون مغرية السلطة، مش؟ معناه ما حيكنكشوا فيها، معناه دورتهم دي لو جاءت وانتخابات كده معناه ما حيحاولوا يدغمسوا الانتخابات بأي طريقة، مش؟ معناه مواردنا ذاتها حتكون قاعدة، معناه ما حتكون الحاجات تبددت، مثلا يعملوا سد يكون شنو تكاليف الحقيقية، يعني التكاليف الشالوة يعني أضعاف 5 أضعاف التكاليف البنو بيها، يعملوا زلط كيلومتر واحد يكون تكلفة التكلفة شالوها كان الزلط ده وصلوا لدارفور، مش يعني معناه شنو؟ مواردنا حتكون مراقبة، دولتنا حتكون ماشية كويس، نظام الإنذار اللي قلناه في العربية تكون شغالة كويس. يعني نحن أنا كلامي شنو؟ إنه نكون قادرين نتخيل التغيير مفروض يكون يودينا لوين، ونقدر يعني لأنه لو ما قدرنا نتخيل الشكل الجديد ده بالطريقة دي بالعقلية المفهومة دي معناه شنو؟ معناه حنكون قلعنا شجرة المؤتمر الوطني وخلينا التربة دي صالحة لنظام شجرة تانية نفس المرارة بتاعتها نفس الزقوم، ما قومنا بدل شجرة بتاعت فاكهة نستفيد منها كلنا. يعني الوعي العميق تسقط بس في أعمق درجاته بصل وعي المجتمع وقدرته على تخيل الجديد. معناه نحن مش قلعنا الشجرة عشان نمنع منعنا إعادة إنتاج الدولة القديمة، بأنه الواطن ذات كانت صالحة لقيام ديكتاتوريات، الواطن كانت صالحة لقيام دغمسة الدولة، الأرضية كانت صالحة للعنصرية وللحروبات ولكده. معناه الواطن كلها غيرناها، كانت ناقصة سماد اديناها سماد، كان في حجارة نظفنا، معناه كده هيئنا الواطن لقيام شجرة بتاعت فاكهة بنستفيد منها كلنا بالتساوي، ودي الدولة السودانية الدائرين. يعني ده الكلام الدائرين. فلو في سؤال لو في مناقشات لو في حاجة نخلي الموقف ده يمشي. ممكن تتصور لهم الموقف من البحثين السودانيين؟ ده موقف بيطالب بالحكومة المدنية. راجع انا لي مطالب، نحن حكومة الحكم المدني ضد الفوز الكتل الطالب. طيب نواصل قبل النهاية يا دكتور تامر. طبعا الناس يعني متابعين معنا مجموعة الباحثين السودانيين في عدد كبير جدا من الشيرز وكذا، والكلام بيقول انه جميل وكذا. طيب الوصفة أسي، يعني الواحد عشان يبدأ بنفسه ويبدأ بأسرته، يعني احنا العلاقات بتاعتنا كلها علاقات مبنية على القبيلة وعلى المصاهرة. في بحث عمله الباحث دكتور إبراهيم موسى عن الوسائط او شبكات التواصل الاجتماعي وكيف انها ممكن تورينا من يحكم السودان، ان والله يا اخي البشير متزوجين من ناس ما اعرف الاسره دي، والاسره دي متزوجين من الاسره دي والى اخره. وتلقى مثلا حتى اليوسم بالخاين ده الفريق طالع حسين ده متزوج من ناس المرغني، وتلقى انه الترابي متزوج من ناس المهدي والمهدي متزوجين. فبقت في عباره عن قبيله جديده غير معرفه بانها جعليه ولا شايقيه ولا زغاوه ولا كده، في قبيلة عندها مصالح اجتماعية واقتصادية بتعيد في إنتاج نفسها، كل الاقتصاد ملكته لنفسها وكان بتحارب في الدولة، يعني هم ماسكين الحكومة بيحاربوا في الدولة. طيب الكلام ده عشان يحصل شنو الروشيتا، شنو الوصفة الناس اللي ممكن يبدوا بها من هنا ده من نفسهم على أساس إنه ما نخلي التربة صالحة لإعادة إنتاج دولة الكيزان اللي هي اجتماعيا تقبلناها ودعمنا معاه لمدة 30 سنة لحد ما رفضنا رفض نهائي. تفضل. سؤال مهم جدا، وبجد دي الحتة
أهم نقطة في السؤال ده إنه يعني البداية من نفسنا ذاته، مش إنه ما هو زي ما قلنا يعني في مثل سوداني جميل بيقول لك اسمع كلام اللي بيبكيك ما تسمع كلام اللي بيفرحك والبيضحكك، مش يعني اللي بيضحكك واللي بيفرحك ده بيقول لك شنو، والله الكعوبية دي كلها مردومة في النظام ده ونحن نظيفين ونحن والله ما بنستاهل. وطبعا الكلام ده ما غلط شديد، مش الشعب السوداني طيب وكده وبتاع، لكن كمان برضو في حاجات نحن مكناهم فينا بعقليات معينة كانت سايدة بدرجات مختلفة وسطنا. يلا نحن نبدأ نقلع الجذور بتاعت ال- 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 الشجرة ديك من جوانا. كيف الحاجات الاجتماعية ال- 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 بتاع إنه ال- يعني ال- في نظام بتاع قبيلة تكونت أو قبيلة جديدة أو منظومة اجتماعية تزاوجات مصاهرات بتاع تكونت. واحدة من الحاجات الأساسية إنه شكل الدولة اللي كنا قلناها ديك بتكرس للإثنيات والعرقيات والجهويات. كيف؟ إنه الدولة ديك كانت جهاز المحظوظ اللي بيطلع فيه بيسيره ليصالحه، وكان بيسيره ليصالحه بس، وباقي المجتمع كان بيكون متضرر من الطريقة اللي سار بها الجهاز داك بدرجات متفاوتة. أنا دائما قاعد أكرر بدرجات متفاوتة بالمناسبة، تلاحظوا الحتة دي. ما كلنا كنا مهمشين بنفس الدرجة، ما كلنا كنا ما شركة بنفس الدرجة، ما كلنا كنا ما متواطئين بنفس في تواطئ في درجات مختلفة كانت من التواطؤ. يعني ما الزول اللي كان بيسرق ولا الزول اللي كان بيمشي يضرب في جنوب كردفان ما كان قاعد وسطنا، مش ممكن يكون أخوي ودعمي، وممكن يكون ضابط كبير أول ما يجي مثلا كنا بنخد في المخا في هنا بتاعنا ساعدتك وبنخدت له هنا، هل واجهناه مثلا يوم من الأيام أنت مثلا كده، أو مثلا في حتة يعني. المهم الدرجات المتفاوتة دي لازم نكون عارفينها، لأنه نفس الدرجات المتفاوتة دي ذاتها بتتطلب تنازل الناس بدرجات متفاوتة عشان تتكون الشكل ده شكل الدولة الجديد بهن. ما يتنازلوا بس الإسلاميين بس، وما يتنازلوا الحكومة بس، ما لا في ناس كتار قطاعات كانت مستفيدة، انت لسه داير تستفيده كمنطقة معينة كنت مستفيد، ولا كمجموعة معينة لسه داير تلقى من الدولة الجديدة بالطريقة. لا انت ذاتك حتى لو ما كنت كوز، حتى لو ما كنت وزير، انت كنت بتلقى يعني لاقي حقك على اللي قال له قبضوك، كنت عندك 10 من ضباط الامن كنت بتضرب لهم، انت داير تلقى نفس الصلاحيات دي في الدولة الجديدة. لا لازم انت ذاتك تسقط، يعني اي زول مننا بيسقط بدرجات مختلفة، مش بيسقط. السقوط شنو؟ انه الناس اللي كانوا مستفيدين بدرجات مختلفة يسقطوا، والناس اللي كانوا مدفونين بدرجات مختلفة نقلعهم نجيبهم كلهم في يعني منطقة متساوية. دي المواطنة، مش يلا الدولة لما تكون ماشية بالطريقة دي بيحصل شنو؟ بيحصل انه في ناس بتظلموا بدرجات متفاوتة، مش يلا لما تتظلم انت لما ما تلقى حقوقك من الدولة بتكون في ردة تجاه المواطنة. الردة دي بتكون شنو؟ بيقولوا أهلك قبل ما تهلك، مش المثل ده لو قلته في ألمانيا ولا لو قلته في هنا ممكن يضحكوا، لأنه مفهوم الأهل ده ذاته ما عنده معنى كبير كده، مش ليه؟ لأنه انت كألماني بتلقى حقوقك لو قاعد في الشمال ولا في الغرب ولا في كده، مش انت ما فارق معاك انت جاي ميات مجموعة ولا كده، لكن هنا انت حقوقك مدتك لها الدولة بتقوم تلقاها الأمن ما توفر لك بالدولة بتلقاه وسط مجموعتك. مجموعتك دي ممكن تكون ما بالضرورة تكون قبلية، المنطقة الساكن فيها مثلا دي ممكن تكون مجموعتك مناطقية جهوية، قبيلتك أو إسنيتك دي اللي بيحموك. عشان كده انت بتستثمر في المجموعة دي أكتر من استثمارك في الدولة السودانية، لأن الدولة انت ما ضبط منها حاجة، مش الدولة دي. أنا قصة حكيت المرة الفاتت لكن هحكيها لأنها قصة صغيرة ومعبرة. قال الدولة يعني في زول يعني تشينو أتشبي كاتب نيجيري قال بيشبه الدولة الدولة ما بعد الاستعمار بالقطية. قال القطية دي كان قاعد فيها المستعمر واللي هو الإنسان الأبيض كان مستفيد بكل خيراته ضل وبتاع، باقي الناس ديل كانوا في الصقيعة في الشمس. قالوا يا أخي اتفقوا عملوا ثورة، يا أخي لا القطية دي حقتنا ونرجعها ونطرد الزول ده يا أخي،
نحن أصحاب الحق مش؟ يلا قاموا اتحدوا وطلعوا. قال المشكلة اللي حصلت عشان كده هو بيسميه إنه ما في استقلال حقيقي حصل استغلال. جزء مننا أنا قال بعد ما طلعنا الإنسان الأبيض قال جزء مننا خش في القطية وقال والله القطية دي ضيقة ما بتشيلنا انتوا باقي الناس ديل يقعدوا برا. فهو دي المشكلة. إذا القطية دي الدولة دي قعدوا فيها ناس استمتعوا بمواردها وهمشوا باقي الناس بدرجات مختلفة معناه باقي الناس ديل بيقنعوا من خيرا فيها في القطية. القطية دي ذاتها لو اتحرقت ذاتها بعد مرات ممكن يصل درجة من بيسموها الاختراب. اختراب ده ما معناه انك انت سافرت السعودية، لا، اختراب انك انت عايش في الحتة اللي عايش فيها كأنك غريب، لا راجي منها حاجة، لا بيربطك بها حقوق، لا واجبات، لا يعني. تذكروا الصورة اللي كانت منتشرة لما القصر الجمهوري اتحرق وفي ناس كانوا عاملين منها ذاته زي هناك زي السجارة وفي ناس خالطين ذاته أصلا ما كانوا يعني دي درجة الاختراب. مش أنا لو كنت عندي إحساس وما أعرف بمثل إنه الحاجة دي حقتي وكده طوالي بخلي حاجاتي كلها بجي أحاول أطفي وكده. دي الدولة اللي أنت بتنتمي لها وهي بتنتمي لك، مش دي ما خلقناها. يلا الانتماءات بتبقى وين؟ أنا لو ما قدرت انتمي في المنظومة الكبيرة بقوي انتماءاتي الثانية، يهو نفس العلاقات الاجتماعية وكده. الزول بيكون حريص على الزيجة اللي بتديه المصلحة وديل الناس اللي الطبقة اللي سيطرت وكده بيتزاوجوا من بعض وكده عشان شنو؟ المناصب وامتلاكهم للدولة والحاجات دي تكون محفوظة يعني وسطهم وكده. عشان كده ما بالضرورة يكون يعني شايقي ولا ما عارف فوراوي ولا كده، لا، الإثنيات ممكن تاخد أشكال تانية. دي مجموعة اجتماعية بتفكر بنفس عقلية القبيلة تجاه الدولة. مش زمان قلت لكم الناس دي لما قعدوا في القرية رسلوا ناسهم مش عشان يجيبوا تبرعات ولا عشان يمشي يحنكوا وين وما عارف شنو يجيبوا الموارد، لأنه ما فكروا بحقوق وواجبات مؤسسية وده حقنا مفروض يجينا وده واجبنا مفروض ندفعه واجبنا برضو كنا بنزوخ منه. مش أنا كمزارع لما نيجوني في نهاية الهناية طبعا كانت جبايات ظالمة، لكن ما معناه انه الضرائب دي تنتفي كله مش الضرائب دي مفروض انا كراعي ما اكون عندي يعني مراحي 1000 اقوم ادس كده واقول له الله عندي 200 مش في يعني. كانت برضو نحن كنا يعني جزء من الحاجات انه العلاقة العدائية بين المجتمع والدولة انا بقدر الإمكان أخمش القدر اللي بقدر أخمشه حسب سلطاتي حسب حاجاتي وقدر ما أقدر أزوغ من واجباتي. مش كلنا كان عندنا الوعي ده بدرجات مختلفة، أنا كل مرة أقول بدرجات مختلفة مش يلا أعلى درجة كان شنو؟ أعلى درجة كانوا الوزراء والممكنين بيخمشوا أي حاجة زي الكلام اللي قالوا هنا حليلك بتسرق سفنجة وملاية وغيرك بيسرق خروف الملاية تصدق آخر بيسرق ولاية. دي الدرجات المختلفة. الناس دي كلهم سرقوا لكن يعني السرقات حسب يعني كل ما زادت سلطاتك كل ما خمشتك بقت أكبر مش؟ لكن الحاجات دي جذورة قواسم المشتركة العقلية اللي بتمكن التصرف ده تجاه المال العام تجاه السلطة العامة تجاه كده مش؟ يلا دي يلا الناس دي لما ترجع لمؤسسات القبلية الجهوية عشان تحميها أصي مثلا الناس دي مثلا لما تجي ليه بتلقى الناس الجايين من حتات معينة دائما في الخرطوم هم قاعدين مع بعض؟ لأنه الزول لما نيجي من منطقته عشان يمشي المدرسة عشان يعمل له جنسية عشان يسافر عشان يتعالج عشان كده مؤسسات الدولة ما بيخش فيها بسهولة مش لازم يخش فيها عن طريق الأهل. والله يا أخي الدكتور الكويس وين يسأل يودوا له الزول الممكن يطلع لك الجنسية وين ده بتلقاه وسط بالعلاقات الاجتماعية الأهلية ولا نسميش الأهل يعني المهم القرابية يلا عشان كده بيكون حريص إنه لما نيجي يفتش ناس وين يقعد معهم عشان كده بيكون حريص انه ناس وديل يكونوا متماسكين عشان كده حريص انه ناس وديل يكون هم الماسكين السلطة
في زول ممكن يكون في برنامج ودل بضر بالانتخابات بالمناسبة، ودل حاجة تانية بتخلينا نحن لو ما شكلنا الدولة اللي نحن بنقولها وخشينا بانتخابات في زول هيفوز بأهلها، مش في زول حتى ما بيسأل من برنامج وما بيسأل من عقلية بتاعتنا، بس ده مش أهلنا والله نديه وشفت له مش حي... ما هو ده الحيبنا، ما أنا لسه التربة قاعدة، ما عشان كده هنتج أنا تاني، ما إلا أنتج مؤتمر وطني، ممكن أنتج حزب تاني من الأحزاب بتاع قوة التغيير بنفس العقلية، ونبدأ نكبر لهم راسهم والله يتبرعوا، نكون نفس اللافتات البليدة دي قاعدة، وأي نشاط والله إشراف المعرف شنو، نكون لنا درجات مختلفة من الآلهة، مش بنقليهم بنعبدهم عادين، نكسر لهم تلج في ناس لما سجدوا لهم، مش يعني دي الكلام، يعني العقليات دي كلها تتغير كده لو حاجة دي حصلت. والقرية ديك بغض النظر عن أنا قاعد في دارفور ولا بور سودان ولا في كسلة ولا في المهم دمازين ولا في أي حتة في السودان، حقوقي باخدها كمواطن بغض النظر عن أهالي منو ومنو من أهالي في السلطة ولا كده، حقوقي دي بتجيني بعد ذاك أهلها والقبائلية والإثنية المضادة للوطنية بتنتفي بتتلاشى تدريجيا، لأنه ما بيكون عنده معنى. هس في المرحلة الحالية عنده معنى، لأنه بتلقى حقوق وواجبات من انتمائك للمجموعة دي أكثر من انتمائك للدولة. عشان كده وإنت ذاتك لما تتحد، ودي واحدة من المخاطر، دي اتحادات اجتماعية بتكون ضد الدولة في كثير من الأحيان. ليه؟ لأن الدولة لما تكون شغالة ضد المجموعة دي، مثلا في أراضي كثيرة الزول الوزير القاعد هنا ده بيكون أخذ ليه عمولة من زول جاي من الخليج وبدي ألف فدان، كويس؟ ألف فدان من الحتة اللي هو أصلا ممكن يكون ما شافه، كويس، لكن عشان هو كان منتمي للمؤتمر الوطني جابوه وقالوا ممثل المنطقه ديك وما عارف شنو، وبقى بالهنايه ده مثلا عمل الحاجه دي، مشى الزول ده طلع الاراضي وقال والله انا دفعتها، وهنايه خلاص بيمشي يبدا يستثمر يعمل له سور كبير، وما هو ما درس ولا استشار الناس ولا الاستثمار ده اصلا ما بيعملوا كده، وده ما استثمار، ده في الانجليزي بيقولوا لاند جرابينج، خمش الاراضي، يعني ما استثمار اراضي وكده، انت خمشت بس من الناس كانوا شغالين فيه. يلا ده بيبقى شنو الزول ده بيحصل له اللي انت المزارع اللي كان قاعد داك ولا الراعي اللي كان بيجي يرعى في الحته ديك، ودي أمثلة شفناها مثلا في النيل الأزرق، كنا بنعمل بحث، أدوا شركة أراضي كانت مسارات وكده، الشركة دي قامت قفلت وبقت تزرع، كويس؟ يلا المسارات اتقفلت، بقى في شنو؟ الرعاة بقى عدوهم شنو؟ الناس اللي جو زرعوا ديل، بقى العداوات دي بقوا شنو؟ بالليل بيمشي يدخلوا بهايمهم شنو؟ لأنه عارف في إنه دخيل وجشال حقهم، دي جزء من المقاومة، مش؟ يلا انت عارف اللي بيحصل شنو؟ الدولة بترسل بوليس، الدولة المفروض تحمي المواطن بيبقى يحمي المستثمر جاء اغتصب ارضه، وبتبقى الدولة في نظر المواطن داك عدوي، مش اها انا لو بقى في عدو انا صليحي منو؟ الناس المفروض يتحالفوا معي. يلا دي بتكون جذور التمرد وجذور الحاجات، مش يلا عشان نطفي النيران اللي نحنا سببنا فيها بسياساتنا الخاطئة وبطمعنا في السلطة وبكسرنا للدولة، بننفق تاني 70% في الأمن وكده عشان نطفطف النيران، ودي ذاتها 70% دي ذاتها بتولع ذاتها، مش حتى ذات واحدة من الحاجات إنه عشان يمكنوا الجانب الأمني وكده أدوهم شركات خاصة، والجيش عنده شركات، ودي واحدة من المخاطر اللي نحن بنواجه فيها، إنه ديل ما بيبقوا مجرد موظفين بياخدوا مرتبات، بيبقوا عندهم مصلحة في الاقتصاد القائم ده، لأنه عندهم شركات ومحاجاتهم شغالة، عشان كده بيحموا، عشان كده لسه العقلية الوطنية ذاته ويحموا الوطن دي ذاته، نحن دايرين نغرسها في الناس ديل، مش في السلطات النظامية بدرجات متفاوتة. ده ما معناه إنه ما في ناس وطنيين وفي ناس الحاجات دي ما عجباهم وفي ناس حارقاهم الحاجة دي، لكن كمان ما ننسى إنه الشغل ده يا أخي زول انت أدوك شركة كاملة، زول كنت بتمشي الجنوب بتحارب وبتدمر الناس وبتستغل التريلات
في انك تقطع اشجار الجنوب 40% من الغابات انتهت ليه؟ لانه كان شغال في ضابط شغال تجاره بتاعت اخشاب يودي الجنود والتريلات الفاضيه تجي. يلا كده دي المشكله. فهي يعني بالتصرفات الزي دي الدوله بتبقى كانها عدو للمجتمع، وعداوتها دي برضها بدرجات متفاوته. كل ما المجموعات تكون قريبه من اجتماعيا لغويا ثقافيا حاجات زي دي من المراكز بتاعت السلطه، كل ما عداوه الدوله بتقل تجاههم، كل ما مشوا بعيدين. عشان كده المظاهره لو قامت هنا بتفوها ببومبان، المظاهره لو قامت في نياله بتفوها بدانات. ما هو دي المشكله. نحن يعني قدر ما نعرف المشاكل اللي كانت ماشيه شنو، نقدر نتخيل الحلول شنو، منابع شنو الحاجات زي دي. التربة الكعبة دي نغيرها كيف عشان ما نزرع علينا دولة تانية، وتاني بعد 20 سنة نطلع مظاهرات ونجي القيادة العامة والسلسلة ديك. يعني عشان كده نحن لازم وعينا يكون يعني قوي شديد في استشراف الجديد. مفروض يكون شنو الجديد ده؟ مفروض يكون جديد جد جد. شكرا جزيلا دكتور تامر، والله يعني إضافة ممتازة. أنا برضو من القبائل اللي ما ذكرتها قبل، القبيلة برضو اسمها القوات المسلحة السودانية. يعني أسي بتلقى أنه الانقلابات العسكرية بتتم في إطار دفعة. يعني أسي كل الناس المجلس العسكري عبارة كلهم عن فرقة، دي ما قبيلة برضو نوع من التعقبائل، وعندهم مصالح، وقد يكون المصالح دي مرتبطة مثلا بدول زي الإمارات والسعودية ومصر وإلى آخره، وهم دار يكرسوا لحاجة كان موجودة، وقوة إعلان الحرية والتغيير بتفاوض معهم. كله في النهاية ما في الوعي بتاع الدولة المستقلة السائدة، المحور بتاع التنمية بتاعته هو الإنسان السوداني. يعني أسنى لما نعاين للمفاوضات الشغالة دي بحيث الناس قاعد يفاوضوا في مصالح ناس تاني، ما مصالحين القاعد صابع معتصم في الميدان هنا ده. فحاجة زي دي عشان نكسر الحاجات زي دي، ما المفروض نرجع للمناهج والتدريب والتمويل بتاع الحاجات دي؟ جزء منه بجد يعني الوعي اللي انا شبهته بالتربه، الوعي ده بيحصل كيف؟ جزء منه في التعليم. الزول لما انتوا عارفين واحده من الحاجات زراعه الوعي الغلط بيتم كيف؟ كان بالعنف اللي كان ممارس في المدارس. المدرسه اول، نحن كناس تربينا في قرى، اول مؤسسه من مؤسسات الدوله اللي كانت بتلاقينا المدرسه. المدرسه دي كانوا بيدقونا فيها الدق. يعني المدرسة دي كانت مرتبطة لنا رمزية بالقهر وبالكده. نحن ذاتنا لما تجي سيول ولا هنا توقع المدارس كنا بنتكيف. مش يعني شوف انت من الطفولة ارتبطت بأول مؤسسة من مؤسسات الدولة بالقهر داك وبكده. بعد داك ذاته بشتنوك لما مشيت تطلع حاجة كده. يعني علاقتنا بتكون يلا نوع التعليم، التعليم يكون ما فيه العنف داك، ما يكون تعليم مختلف، تعليم بيحترم الطالب وما يكون فيه دق، يعني يحترم قيمته كإنسان. وزول ده يعني لما نمشي المدرسة لما يكون فرحان، وأول مؤسسة يرتبطنا بها. بعد داك نغرس الوعي الوطني ذاته في مناهجنا، ونكون شنو؟ نعرف إنه السودان يبدأ يعرف السودان، مش في يعني القبائل والمناطق والثقافات المختلفة وكده. واحدة من الحاجات اللي ناقصانا نحنا إنه نحنا ما بنعرف كلنا بعض. مشكلتنا معرفتنا ببعض معرفة مستقلة من نكات محمد موسى ونكات كده، واللي هي المعرفة اللي بتختزل الآخر في صفة في غالب الأحيان ما كويسة. مش انت لو بتعرف لك زول بالطريقة دي بالمعرفة المبتزلة دي، معروف معقولة تتفاعل مع أوجاعه؟ الناس بتتساءل ليه الناس دي ما مثلا أسي مثلا لو قلت لكم في دولة اسمها كازاخوفستان ولا المهم دولة كده غريبة انتو ذاتكم ما سمعتوا بها كويس، لما نقول لكم في عمارة وقعت فيها ماتوا فيها 100 نفر، انت مثاليا كده والله يا اخي اي انسان يتضر في اي حته بتتفاعل معه. لكن الواقع بيقول زول انت ما يعني ما بتعرفه ما بتتفاعل معه شديد. مش لكن قارن المثال ده بمثال زول مثلا كان صاحبك تربيته سوا وكنت بتاكله سوا وكان بيحكي لك عن طموحه وداير يتزوج 200 وداير يشتغل في شنو داير يكره شنو وطالعينه مع بعض بتعرفه كله بتعرف البيرو غطاو مش زي ما بيقولوا. انت زول زي ده فجأة كده اتخيل قال لك طلع في مظاهرة واتكتل، شوف
التأثير اللي حيجيك وشوف الحاجة دي حتأثر فيك قدر شنو. مش انت معناه شنو كل ما تكون عارف الآخر الآخر ده ذاته وهمي، ما في حاجة اسمها آخر. نحن بغبائنا وبعدم معرفتنا وبوعينا اللي مدني بنخلق آخر. هو أنا مثلا كنت قاعد أحكي لهم قصة، أنا لما اتربيت في قرية معينة كنت صغير كنت شايف القرية جنبنا مسافة 5 دقائق مشي يعني، كنت شايف الناس غريبين كده وبتاعوا وإنه نحن ناس كويسين. عشوية كبرت شوية عرفت إنه القرية دي والقرية دي حاجة واحدة، لكن المنطقة دي والله يا أخي ناس مختلفين نحن متميزين وكده مش. لكن لما تكبر شوية مثلا تجي الخرطوم والله تقول إنه والله يا أخي المجموعات دي كلها اللي انت هنا حاجة واحدة ومتميزين، لكن الناس التاني اطلع برا السودان بتقول إنه والله يا أخي السودانيين كلهم ما أعرف شنو لكن هم مختلفين من الكده. يلا معناه وشنو؟ كل ما درجة وعيك وكل ما تعليمك كل ما حاجاتك يعني كل ما وعيت كل ما بتقدر تعرف انه الحدود الوهمية اللي كنت راسمة بينك وبين اخوك وبينك وبين اختك دي حدود كانت ناتجة من عدم وعيك اكتر من انها حدود حقيقية. كويس. يلا الوعي ده لو لما يكتسبه الطالب في التعليم ومن خلال الاعلام ولما نعرف بعض ونقدر بعض ونقدر التنوع كويس ونكون عارفين بعدك اول حاجة حنحس بأوجاع بعض مش؟ ما لأنه عرفته وبعدها بقى أخوي جد مش؟ يلا ده هيخليك إنك أنت تاني ما تسكت على أي مظلمة بتقع في أي حدة. دي معناه أنت عالجت التربة الاجتماعية مثلا العنصرية ولا الحاجة اللي كانت ساهمت في انتشار الحروب بدون ما يكون تقوم فيها يعني حركات مضادة للحروب. كويس. يعني دي يلا التعليم ممكن يساهم. بعد ذاك البيئة الديمقراطية لما تتفتح الناس ما حيتعلموا بالتعليم بس، حيتعلموا من خلال في إعلام حر مش في قضية في عنف حصل في حتة طوال حتشوف القصة طوال حتتفاعل مش يعني كده. يعني في حاجات كثيرة بيئة كثيرة في مناشط ثقافية في أندية في أندية في القرى في يعني في فورة كده بتاعت ثقافية معرفية ممكن تحصل ممكن توعي الناس. وكل ما الناس وعت كل ما الأساليب العقليات القديمة أهالي وأهلك وديل لو ضربتهم ذاته ما مشكلة أنا ممكن اتصالح مع الدولة الدكتاتورية لأنها ما ضربتني ولا لأنها ضربتني بالعكاز وضربت العقليات دي كلها كانت بتعتمد عليها الدولة القديمة حتكون انتفت مش بالتعليم وبالحاجات دي. دي واحدة من اللي هنا. غير ده طبعا التعليم بيساعد في حاجات كثيرة الابتكار والصناعة وبرضو يعني في مشاكل كثيرة كانت تكلمنا فيها في البحث وكده وياتو تعليم ومثلا الممكن يقدمنا وياتو مجالات تتكاتف مع بعض كيف وتتحاور مع بعض كيف الرؤى المختلفة ذاتها انه ما تكون في رؤية واحدة هي الصح وفي نقاشات العقلية بتاعت انه الاخر ده تقدر تتناقش معه والاخر ده ما المختلف ده ما متخلف مختلف مش ما طوال المختلف ده تقوم تعمل منه علاقة رأسية المختلف ده قاعد تحت منك وتدوسه لا أو تعلمه لا مختلف ده لا زول معاك سوا في أفقيا بس تتحاور معه تأخذ منه جزء وتدي جزء بتصلوا لحاجات يعني كده. العقليات دي كلها ممكن تطلع التعليم المعافى من لكن الدولة زي ديك ما كانت بتعمل تعليم زي ده لأنه لو عملت تعليم زي ده هي ما هتعيش معناه تكون ضربت روحها هي ذاتها مش. طيب يا دكتور بالنسبة لتغبيش الوعي خصوصا في الثقافة الدينية يعني كلنا احنا مسلمين انه السودان ده يعني الشعب السوداني شعب الإسلام قاعد فيه من زمان قبل دولة سنار الفونجة اللي هي استثمروا فيها الكيزان بصورة كبيرة في تغبيش الوعي. العباسية تقلي من أول مملكة إسلامية في السودان. فالإسلام لو كان بيقعد بوجود شخص كان قاعد بوجود الرسول عليه السلام، ولو كان بيختفي كان بيختفي بوجوده. الإسلام موجود ومستمر فيه، لكن الناس دي غبشوا وعي الناس بالدولة الدينية الثيوقراطية. كيف الحاجة دي المفروض الناس تواجهها في أعقاب الموضوع بتاع الموكب اللي كان داير يعملوه المليونية وهم على القد على الحشد أقدر وإلى آخره. الكلام ده كيف على اساس نخلق دوله بتاعت مواطنه فيها التربه دي الممكن تعيدين انتاج الكيزان مره ثانيه او ثالثه
والطوائف والبعرف والطرق والكلام ده. كيف شنو الحاجة اللي ممكن احنا نحبيشها في القصة دي؟ واحدة من الوهمات اللي هسي دائما شغالين فيها بيصوروا للمجتمع انه محاربتك لاستغلال الدين كأنه محاربة للدين. مش انت يا اخي زول كنت ما داري اقول الاسم لكن بموقع يعني وضعيتك الدينية اللي متماشية مع السلطات كنت عندك يا اخي اكتر من 15 وظيفة يا اخي. انت سوبرمان يا اخي، انت 15 وظيفة يا اخي، وظيفة واحدة احنا والله نطلع ساعة 3 من ال من ال من شغلنا ده ما بنقدر ذاته نتكلم مع اولادنا بنمشي نرقل. يا اخي انت شغال 18 وظيفة كيف يعني؟ مش لكن ما اعرف عضو مجلس الشريعة في ما اعرف والله شنو في البنك الفلاني والبنك الفلاني والجامعة الفلاني انت ما انا ما قلت لك يعني كمية بتاعت حاجة يعني في كان استغلال سيء جدا للدين. انا الكلام اللي بقوله انه أكثر ناس كانوا مفروض يقوموا بثورة الإسلاميين لو هم جادين جد في الحفاظ على الدين. ليه؟ لأنه دين أكثر ناس شوهوا لك التفكير الديني بتاعك، مش أو أنه أكثر ناس شوهوا المسلمين ذاته. أكثر حاجة اتضرت كويس من الحاجات الاقتصاد اتضر، الاقتصاد يعني التعليم قطاعات كلها حاجات كلها الوعي المجتمع اتضر، لكن اكثر شيء اتضر الدين ذاته، الاسلام ذاته. مش يعني امامهم المشهور داك مش قال انا ما بقدر اقول للناس ديل عن الاسلام ونحن مجموعتنا بتاع ياسين عمر الامام مش قال كده؟ مش يعني شنو انك انت. وفي حاجه انا بالنسبه لي الدوله دي عباره عن سلطان صوت سلطه كويس. السلطه دي الدين بنتعش في الحريه اكثر من تحت القمع. انا لو بصلي ودي المشكله حتى اجتماعيا خلونا من الدوله يا اخي انت لما يدقوك يعني ابوك ده لو ما اقنعك انه والله الصلاه كده كويس وانك انت لو ما باقناع بس دقوك انت ما صليت الليله الظهر يدقوك انت شنو اول ما تسافر اول ما البيئة القهرتك تعمل كده اول ما تسافر حتخلي الصلاة. مش ما في زول مثلا ما اقنعك انه والله الخمرة دي يعني حرام ليه واقنعك انه والله لما تسكر ممكن يعني تتصرف به هنا ما بتكون مسؤول ممكن تكون طالع من وعيك وما استغليت يعني ممكن يقعد لك الحاجة دي يقعد معاك يعني شنو يقنعك بالكلام ده. لا لكن شنو هو كان هو بيسجر وبيدقك انت ما تسجر معناه شنو اول ملف انت هتولي سجارة ليه؟ لانك انت بتكون مفتكر بعقلية الشافع الصغير داك انه والله يا اخي السجارة دي هي ما غلط لكن داير ليه انت لما تبقى راجل بتسجر. مش كده بتكون ارتبطت بيك بسلطة معينة. انا اول ما القى السلطة دي طوالي بعمل الحاجة لانه انا ما اقنعتني انه الحاجة دي غلط انت بس مارست القهر في انه تمشي الحاجة دي علي. ودي مشكلتي انك انت تستغل الدين ونوع معين من الدين في انك تغرس غصبا عن الناس يعني. يا اخي بعد مرات انا كنت بقول لهم انا بكون جاي مثلا من اوروبا بلاقي لي واحدة سودانية في مطار تركيا تكون لابسة الاوروبيات ما بيلبسوا كده انا بشيل لها هم طبعا دي حريتها الشخصيه انا ما عندي يعني هنا كويس يعني ما هنا لكن بكون شايل لها هم الزوله دي حتيجي خاشه مطار الخرطوم والله حيجلدوها دين ولا يقبضوها ولا كده. مش انا لما نجي خاشي هنا والله اكون شفتها لك خشت لك في نقاب كده لما شفتها راسي ده هنا ليه ده بزرع الكلام الدائر اقوله انك انت لما تربط الاخلاق بالسلطة وبالقمع والقهر انت بتكون ساهمت في النفاق الاجتماعي. انت لو بجد دائر الدين ده ينتعش والناس يمسكوا في الدين وكده انت خلي الدين ده في الوضع الافقي في المجتمع انه المساجد دي تشتغل طبعا بيصوروا لك كأنه انه لما تقول يا اخي الدولة ما تكون ماسكة هنا معي كأنه انت حتمشي تقفل المساجد وحتقلبها بارات ولا كده. طبعا دي لانه داير يستغل الكلام ده في انه يعني دي مكاسب سياسيه انت بتستغل
تستخدم بيضة الهناية الشريعة اللي حتتكسر انت لو شالوك. لا انت ما زي ما قال دكتور انور الدين ما كان قاعد قبليك وحيقعد قبليك والسودانيين ده المسلمين والاسلام ده حينتشر وحيمشي اكتر في ظل الحرية. انت ما لما عزي لما قهرتني بالصوت خليتني احفظ ايات ودروس هسي والله لما تهبشني في راسي ممكن يكون ما في ربع الحاجات اللي انا قريتها. ليه؟ لانك انت بس. لكن لو رغبتني مشيت براي كده وبتاع كان الحاجات دي قاعدة كان براي ذاته سكيت وقريت التفاسير واجتهدت. مش يعني كان رغبتني في الهناء. الترغيب والاقناع ما ممكن يكونوا مع السلطة والقهر. والدولة دي اداة بتاعت سلطة وقهر. مش انت ما تفرج برنامج معين. مش فيعني انا ده رايي طبعا عسي حيقوم يلبسوا الكلام ده انه ده يعني نشر للعلمانيه وما عارف شنو كده. انت ما في زول ضر الاسلام اكتر منك كويس. فاي ممكن مداخله ممكن. طيب يا اخوانا نذكر بس انه ورانا طوال هنا الشارع الورانا ده في مسجد تابع لمجمع الفقه الاسلامي. عارفينه مجمع الفقه الإسلامي اللي هو تابع مباشرة لرئاسة الجمهورية. المسجد ده من يوم 6 أبريل مقفول. مسجد مقفول. مسجد مقفول. ليه؟ لأنه المسجد يستخدم كأداة سياسية لتمكين المؤتمر الوطني والكيزان. لأنه المساجد لم تكن لله سبحانه وتعالى إنما كانت المؤتمر الوطني. مساجد شغلنا لك مخازن بتاعت أسلحة ومساجد للشغل التنظيمي مساجد للمولوتوف والسيخ وإلى آخره. المسجد ده أسي حاليا بنتكلم ونحن أسي وبكرة رمضان المسجد ده مكفول في الشارع البيجاي طوالي ورا. فإخواننا المسألة بتاع التغبيش الوعي الديني دي واحدة من الحياة الخطيرة جدا جدا. وإنه زول يقوم يربط نفسه بالدين. قال الحجاج ابن يوسف سمع بفيه غلام يعني ولد بيقرأ القرآن يعني حافظ. فقال له يا غلام اقرأ. فقال له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. قال له ويحك يا غلام يدخلون. قال له يدخلون على أيام رسول الله يخرجون على أيامك انت. يعني ده مثل لأنه لو انت ربطت الدين ولا بمؤسسة ولا شخص ولا حزب. أنا شخصيا ضد التسميات بتاعت الأحزاب الإسلامية لأنك انت شنو انت طوال احتمت بدين قعدت بوراه صح؟ سنقرت وراه بيقول انه لو اتكلمت معايا انا ده انت بتعارض الله. مش بتعارض انا كشخص عندي راي يعني كل الحاجات التفاسير والمعرف والفقه كل اراء بتاعت بشر في سياق زمكاني زماني مكاني. انا عينت الحاجه دي وعلى ضوء استنتجت انه مفروض والله النخل نعمل لها كده ولا نسوي شنو ولا الى اخره. فالحته دي ان شاء الله احنا دايرين دكتور تامر ان شاء الله وبعض المتحدثين الاخرين تكلموا عنها. لانه هسه حاليا اخواننا الدوله المدنيه دي الناس يقول لك مدنيه يعني شنو؟ كثير من زملائنا على مستوى وعي اساتذه الجامعات والباحثين بيشككوا في مدنيه الدوله على اساس انه المقابل لها المؤتمر الوطني اسلاميه الدوله. يبقى نحن اخواننا السقوط والاعتصام والصب والهناي دي عشان نجي نجيب المؤتمر الوطني ثاني؟ لا زي ما قال المثل السوداني سجى ما تدلبته ولا شنو؟ طيب يا اخواننا الدكتور تامر في الحته دي اي زول اقول له انت لو بجد حريص على الدين ابتعد من السلطه. لانه لو انت داير تمشي بالسلطه هتعمل النفاق الاجتماعي. انت لو قعدت مع الناس في المساجد في التوعيه في المدارس الدوله لو منعتك تعمل الكلام ده دي الدوله اللي انت مفروض تقف ضدها. ودي معناها الدوله بقت ضد الدين. لكن الدولة مفروض تسمح لك انت تعمل كده. مش تسمح لك توعي الناس تشتغل خطب يعني وعيك ده. لو في رؤى دينية مختلفة ما يعني صوفية وانصار سنة وما عارف شنو ما يبدو يعني الشكل ودق وما عارف شنو ولا سيخ ولا ما بالعنف لا يعني الدولة تمنع انه ما يكون في عنف بيناتهم لكن تشجع بالمؤسسات الإعلامية بتاعتها وكده تحصل نقاشات عميقة بتكون جميلة بتكون عمقت الفكر الديني والثقافة الدينية وسط الناس بتكون استفدتوا أكتر ونشرتوا الدين أكتر وبطريقة أجمل بطريقة أفقية. يعني الدين يعني لما خش السودان يقول لك ما خش بسيفه يتسرب زي هنا يعني تغلغل في الناس. مش
يعني دل انت كده فعلا بتدخل الدين في قلوب الناس وبتدخل كده ما بطريقة سلطوية زي الدق والما عارف شنو كده. هس المجتمع السعودي مثلا مش كان بيسموه شنو الهيئة وما عارف شنو يدق الناس وما عارف شنو واي زول عايش في المجتمع السعودي بيوريك انه النفاق ده حصل قدر شنو مش هس احنا في السودان ده بيعرف ممكن يا زول هنا كله تكون بتقرا في قران وكده اول ما تخش السوق والله تدقس لك 10 20 نفر كده مش انت بتكون مشغل لك شيخ محمد سيد في محلك عشان تقول انت متدين وكده وبتاع اول ما يجي الفنين اللي دي ب 15 طوالي لو قدرت تدقسه طوالي بتبيعه ب 30 و40 مش والربا والحاجات دي كلها يعني حتى تحليل الليناي وحتى ال بيسموه شنو الفتوى المفصل على السلطان انت كان داير تقتل ذاته تقتل 30% او تعمل اي شيء ذاته بنبرر لك يا اخي ذاته يعني عليك الله في ضرر للدين اكثر من كده. انت لو داير فعلا تخدم الدين اقعد مع الناس تحت واشتغل في الوعي واشتغل في كده في التربيه وفي كده من تحت في المجتمع ما تمشي تمسك السلطه باسم الدين وداير تعمل انت معناته داير تستفيد بس يعني دار تستثمر بالدين ما دار تستثمر في الدين في فرق بين انك تستثمر بالدين وتستثمر في الدين يعني دل انا يعني تفضل على نفسك تفضل عباس شمت تشكيل تمام هي الحقيقه انا ما مداخله بقدر ما هي اسئله واحب ان الدكتور يعني يتكلم فيها ويوضح لنا نمرة واحد حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب ده شعار جديد قبله كان الثورة خيار الشعب. السؤال هل نحن هسه يعني غفزنا من أولوية لأولوية تانية ولا برر الحاجات دي ماشية مع بعض نمرة واحد أنا حجاوب لك بس السؤال ده لأنه مؤسسة الباحثين السودانيين والدكتور تامر عضو فيها. الموضوع بتاع الوعي خيار الشعب احنا لما جينا صبيناه هنا بالمسرح ده على اساس انه لاحظنا كباحثين احنا ما معتصمين زينا زي باقي الناس لاحظنا انه في مشكله بتاعت وعي بالتاريخ وعي بالجغرافيا وعي بالاستثمار وعي في ناس ما عارفين هم صابيننا هنا ليه ذات يعني الواحد فيهم قاعد ممكن يكون عدم برنامج فدي فرصه بالنسبه لنا ان احنا اخواننا الوحيدين الفئه الوحيده اللي بتحتفي بالمشاكل هي الباحثين يعني اي زول ممكن يزهج من المشاكل الا الباحث ليه لانه بيبحث عن المشاكل عشان يحلها شغلتك الأساسية إنك تحل المشاكل مش كده؟ لما تلقى مشكلة دي فرصة ما بتعين لك مشكلة بتعين لك فرصة فجينا عملنا المنبر بتاع الباحثين السودانيين وقلنا إنه والله ما حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب مدنية خيار الشعب لكن ناقصهم الوعي فالوعي خيار الشعب ده المنبر بتاعنا الأساسي هنا ده إنه الباحثين والأكاديميين شكرا لك يجوا يتكلموا هنا ده ونبقى كلنا إخواننا نخط الأساس الأفقي اللي حنبني عليه والدولة الدارين المدنية ده بالنسبة للسؤال شكرا جزيلا. السؤال الثاني هو طبعا ده معناته بارلل مع الحاجات الثانية تمام السؤال الثاني هو طلب من الدكتور أنه يوضح لنا في حتة بتاعت الأخلاق أنت ذكرت الأخلاق قبل شوية وأنا قبل أيام ولا الليلة ما عارف تقريبا استمعت لمحاضرة وكان فيها كلام جميل جدا من الدكتور واي الكتب طلع على ميدل كلاس مغربي هي اخلاقيات الطبقه الوسطى ليا تغدري اول حاجه اشرحها لينا الطبقه الوسطى للشباب اللي قاعدين ديل وللمستمعين كلهم الطبقه الوسطى واثرها في اي مجتمع وكيف اثر النظام ده في هذه الطبقه المهمه جدا 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 حسب رايك شكرا جزيلا. سؤال صعب شويه سايكولوجيكال طبعا واحده من الحاجات اللي داير فيها نقاشات نظريه ما داير يمشي فيها كثير لكن انه هل في دولنا دي ذاتها في طبقه وسطى هل المعايير بتاعت الطبقه الوسطى هل المعايير اللي موجوده في اوروبا مثلا ولا كده ولا عندها ملامح ثانيه والطبقه الوسطى هي شنو ذاتها هل يعني ده في نقاشات كثيره يعني ما دايرين نتكلم فيها لكن قول عرفنا بطريقة مدغمسة شوية الطبقة الوسطى مثلا شنو يعني مثلا كويس عشان نقرب للناس كلهم يعني مثلا ناس مثلا عندهم
بتقول وظائف مثلا في الدولة، وظائف يعني مثلا بتكفيهم، مثلا زول ساكن مثلا في منطقة مثلا عنده العربية، عنده بيت، عنده وظيفة معينة، عنده يعني دي ملامح، جزء من ملامح الطبقة الوسطى، كويس. يعني هو أي نعم ما من خلال دخله ده ما قدر يكون رأس مال ويعمل شركات واستثمارات، ده كده بتبقى لو قدر يعمل كده معناه هو قفز للطبقة الرأسمالية مثلا أو الطبقة العليا شوية مثلا، مش لا هو يعني عنده الدخل بتاعه مثلا بكفيه وراي يعني عايش، عنده استثمارات يعني ادخار شوية ويعني كده، مثلا نوع الأطباء أساتذة الجامعات مثلا، مع انه ديل اصلا يعني ما وصلوا المرحلة ديك ذاتها. انت مرتبك ده بيكون يعني انتهى من يوم 10، انت الا تشتغل حاجات تانية عشان هناي، مش عشان التغطي يعني، عشان كده هو ما بينطبق شديد. لكن المهم قول دي الملامح الطبقة الوسطى، مثلا مهندسين ومثلا كده. يلا مشاكلها مع الدولة ممكن تكون ما مفصولة من الحاجات اللي بنقولها. واحدة من العقليات بالمناسبة، الحاجة دي ذكرتني، انه بعض مرات الوظيفة بتعاملوا معها انه ما انها حقك، زي الهبة الدوك ليها، مش يعني ده التمكين اللي حصل به. ومثلا كده انت اول ما تكون اخذت الوظيفة دي بتتطلب منك حاجات، مهام معينة تقوم بها تجاه الدولة، حقوق وواجبات. مش يعني لو شفت الحاجة دي تغمست في شغلك، في مسارك، في حاجاتك، مفروض تواجهها، مش لكن عشان انت اصلا من تعيينك في زول عامل نفسه عنده يعني الوظيفة دي الدوك لها كعطاء. يعني ناسي مثلا بعد مرات لما تكتب كلام نقدي شديد بقول لك يا اخي انت اسمعني، والله الناس دي بيفصلوك، والله الناس دي بيكسدوك يا اخي، انت ما تسكت شويه يا اخي، انت ما تنهي كده. مو دي العقليه اللي سارت في جزء من الطبقه الوسطى وبقت يعني ممكن تكون اتواطأت بدرجات مختلفه في تشويه الدوله، او على الاقل في ناس طبعا وقفوا والدور المهني بتاعهم يعني ادوا الواجبات بتاعتهم، لكن لقوا نفسهم فعلا لفظوا من الخدمة المدنية من الكده، أو نالتهم عقوبات مختلفة من ضمنها ممكن يكون صالح العام وضايقوا في شغله قام سافر مثلا. في ناس استمروا الأصوات استمرت كده، لكن جزء من العقلية اللي اتزرعت ساهمت في الإشكالية إنها الناس يعني بتبدأ تستسلم، لأنه والله أنا شايف الغلط، لكن والله ما بإناية أنه مرتبي ده يا دوب بكفيني ويا دوب انا اولادي ما اعرف شنو بيبدأ شنو. بتبدا انت يعني تفكر في ذاتك الضيقه، ما الدوله وكده، لانه مفهوم الدوله ذاتها انتفت، يعني في ناس دايرين يكسروا وكده. انا ما اعرف، انا حاسس بانه انا ما قادر اجاوب على سؤالك بطريقه مش كده. ممكن انت برضو تضيف لنا لو انا ما عندي حاليا. انا كنت فعلا طالب اللي ها في ذهني انه الطبقه الوسطى دي اصلا عماد اي مجتمع. ليه؟ لانه الاخلاقيات بتنهار دائما، يا من الطبقه العليا او الطبقه الدنيا، ديك بسبب الغنى الشديد والثاني بسبب الفقر الشديد، بيحصل الانهيار في الاخلاقيات. والكلام ده ما على دين واحد، الكلام ده على كل الاديان، يعني ما كلام اسلام ولا كلام، على كل الاديان. تمام. الطبقه الوسطى دي هنا في السودان مخيلة بقت ما في طبقة وسطى، بقى يا فوق يا تحت. الكلام ده تم بمنهجية شديدة من نظام المؤتمر المقدم. هم ناس واعين، دكاترة، متعلمين، انتليجنسيا ما في زيهم. فشغل ده كان شغل ممنهج، شغل بوعد، شغل بخطط، شغل بهلاي لتكسير الطبقة الوسطى. ليه؟ عشان بعد كده ما يكون في أخلاقيات تخلي الاقتصاد اللي هو مؤسس على الاخلاقيات الاقتصاد. يعني الليله مثلا لما يقول لك واحد حاجه دينيه ثانيه ما مسلم، يقول لك امين جدا ما مسلم، انا ما اقول جبت ولا بتاع، المهم ما مسلم، لكن ده عنده اخلاقيات تجاره، وعنده اخلاقيات سوق، وعنده بعد نظري واسمه ده ولايه، لانه انا لما اكون امين بكسب اكثر. هو واعي جدا لانه هو سوف يشتغل.
بالتالي الناس ديل في المؤتمر الوطني عملوا على هدم هذه الطبقة على مرة 30 سنة، وصعدوا ناس من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفوق، وصعدوا ونزلوا بناس مخالفين لهم في الرأي لطبقة تحت. ده اللي أنا قصدت بأنه كيف هم عملوا الكلام ده. أنا قلت لهم منهجية هاي وبقصد هاي، يعني الكلام ده ما تم مثلا. فداير لو الدكتور شوية كمان استرسل لنا في أغوار هذه المسألة من مراحل. حتى أنا طلع في ذهني سؤال ثاني، أنه في الغرب في أحزاب على 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 على, على مبني على ثيوقراط، مبني على دين، على دين، تمام؟ أحزاب اليمين، أحزاب اليمين، ولكن ما استصحبوا الدين معاهم للغاعة بتاعت البرلمان، استصحبوا أخلاق الدين، البرنسيبلز بتاعت الدين العام اللي هي موجودة في كل الأديان، في الإسلام، في المسيحية، في البوذية، في كل الأديان فيها كونسبتس واحدة، فيها مبادئ واحدة، حق وخير وجمال وكده. استصحبوا ده، لكن ما استصحبوا العصاية اللي كان بيتكلم عنها الدكتور قبل شوية، ولا استصحبوا الفوغية، ولا استصحبوا الحاجات الممكن تخلي الزول يكره كلمة إنه الحزب الديمقراطي المسيحي أو الحزب الشنو، لا، قبلوا على أساس إنه هو ماشي بأخلاقيات هذا الدين وبس. شكرا جزيلا. لا إضافة بجد جميلة فعلا. الحتة بتاعت الأخلاقيات وإنه ما مرتبط بدين معين وما مرتبط بناس معينين، ودائما دي الإشكالية اللي بنقع فيها لما نقارن نفسنا بالآخرين، بنقوم نقارن مثالياتنا بواقعهم، ودي مقارنة غلط. أنا لو داير أقارن، يا أقارن مثالياتي بمثالياته، يا واقعي بواقعه. يعني ما تقول إنه أنا والله نحن طبعا نحن مسلمين والإسلام أمرنا بكده وعدم الغش وكده، هاي دي مثالياتك ودي دينك ودي أخلاقياتك، مش لكن أنت ما مطبقة، دي المشكلة. مش فأنت ما تقارن المثاليات بتاعتك بإنه والله نحن طبعا الإسلام بيأمرنا بكده لكن الغرب ده منحل، مش ما لا أنت في ما بيقول انه الغرب ده ما فيه حاجات هناك، لكن انت يا تقارن مثالياتك واخلاقياتك باخلاقياته، يا تقارن واقعك انت بواقعه. مش يعني عشان ما تحصل التناقض دي الوهم الداي يعني بيدغمسوا بها الناس. وفعلا المثال اللي انت جبته فعلا، انت القيم الاخلاقيه الموجوده، المساواه، العدل، دي حاجات الجوهريه اللي بتمدنا الدين، ودي داخله معاك في الدين. ما الا تجيب بالهويه بتاعتك، انا عشان انا مسلم وانت ما هنا بطبق الحلال، انت طبق العداله، طبق المساواه، طبق المحاسبه، القيم دي كلها موجوده في الدين وممكن تنقلها معاك، لكن ما بالطريقة بتاعت انه انا ممثل الدين وانا ممثل الاله وانا لو ما جيت معناه الدين مهدد. مش يعني دي الطريقة اللي عملوا بيها، وده النموذج اللي بجد ممكن هناك. فهو انت لما تقول لهم كلام زي ده يقولك لا 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 دي علمانية وده فصل دين عن الدولة، وده يعني في تغبيش كتير جدا بيتم في الحاجات دي. وفعلا يعني زول بجد يعني حريص على الدين، يعني ما بيسلك مسلك زي ده، وناس الجد كانوا حريصين على الدين طلعوا منهم بدري شديد. يعني في اسلاميين بجد بنحترمهم، ما كلهم كعبين، مش اول ما شافوا الحاجات حتى يعني ده بالرغم من اختلافنا الحاجات، لان كانوا مشتركين في الايديولوجيا اللي بتقول كده، لكن اول ما شافوا كده على الاقل الامانه بتاعت انه عدم انسجام بين المثالية والواقع ده طوالي خلاهم ياخدوا خط رجعة. مش لكن في ناس يا زول وصلوا وبتاع يعني كده. الحتة الثانية انت فسرتها بطريقة كويسة شديد، انه يعني دي النقطة الاولى. فعلا انه يعني في تدمير كان ممنهج للطبقه الوسطى، انه بقت الناس بتتكلم عن انه اصلا ما في طبقه وسطى. عشان كده انا زي بديت لك قلت لك السؤال ده صعب، لانه الطبقه الوسطى ذاتها موجوده ولا ما موجوده، ولو موجوده ملامحها شنو كده، ما لانه دي فعلا هي الطبقه اللي بتكون اقرب ل يعني مسار الدوله
ديل يعني بيكونوا ماسكين الوظائف ديل ممكن يكونوا حريصين لو بقت مستقلة، مش لو بقت بتأدي دورها في المواقع المختلفة ما بيخلوا الدولة تنحرف، مش مدنية يعني المدنية بتكون قائمة عليهم، مش ما ديل راسمالية ديل بيمشوا في القطاع